اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. النهارده احنا هنعمل مراجعه لفيلم كابتن مارفل. انا دخلت يوم الجمعه اللي فاتت، والصراحه الفيلم يعني ضايقني شويه، ومارفل احبطتني، ليت مي داون. هو الفيلم عادي مش وحش، بس في نفس الوقت احنا مارفل ما عودتناش على موضوع عادي ده، بس هو في نفس الوقت يعني من يعتبر من اوحش الافلام اللي ممكن تكون مارفل عملتها، بس ستيل عادي برضو. الفيلم ابسط حاجه فيه انك لو انت ما شفتهوش ممكن تتفرج عادي جدا على اند جيم من غير ما تشوف احداثه. كابتن مارفل واحداث الفيلم ملهاش اي علاقه بالتايم لاين والاحداث اللي ادت الى فيلم انفينيتي وور وبعد كده اند جيم، ودي حاجه احنا مش متعودين عليها من مارفل اللي شعرها تسول كونكتد. يعني مثلا زي ما قلنا في الحلقه السابقه ان ايرون مان متاثر ذهنيا بسبب ان هو عايز يحس ان هو يبقى ليه دور ويحمي الارض. الهاجس ده خلاه يعمل الترون، الترون بعد كده ادى ان دولة سكوفيا تتدمر، بعد كده اتفاقية سكوفيا وسيفل وور، وبعدين الافنجرز يتخانقوا وثانوس يجي الارض يلاقيهم متفرقين فيعرف يغلبهم، وكذلك كل الافنجرز وكل الشخصيات التانية. سلسلة الاحداث اللي هم مروا بيها ادت للوضع الحالي اللي احنا عايشينه. كابتن مارفل والفيلم بتاعها مش كده. كابتن مارفل احداث الفيلم بتدور حوالين يوم واحد خناقه حصلت ما بين الكري والسكرول، وكابتن مارفل كان الطرف فيها، ملهاش اي دور يذكر في التايم لاين بتاع مارفل زي ما قلنا. انا مش عارف هم عملوا الفيلم ده ليه الصراحه في الوقت ده، يمكن كانوا عايزين يبينوا ان هو بيعرفوا يعملوا برضو فيلم من بطوله نسائيه زي ما دي سي عملت فوندر وومن، يمكن عشان كده برضو هو ده السبب ان هم قرروا يخلوه في شهر مارس في الفتره بتاعت اللي هو اليوم العالمي للمراه. كابتن مارفل كان ممكن جدا كانت تتقدم في احداث فيلم اند جيم زي ما حصل مع سبايدر مان وبلاك بانثر لما تقدموا في فيلم سيفل وور، ما كانش ليهم افلام قبل كده وتقدموا ادوا اداء جامد في الفيلم ده. كان ممكن هي تتقدم لاول مره في اند جيم وبعد كده الفيلم الخاص بيها يتعمل بعد فيلم اند جيم بالوقت الحالي اللي احنا عايشينه. ملهاش اي لازمه عمل ان احنا نشوف كابتن مارفل بتتخانق في التسعينات وبتدي كام بوكس. حرصهم ان هم ينزلوا الفيلم في الفتره دي قبل اند جيم ادى ان في حاجات كتير غايبه في القصه وفي الحبكه. يعني على سبيل المثال للحصر، نيك فيوري مثلا، نيك فيوري هو طلع انها قايله له في الفيلم ان هو خد الجهاز بتاع الاتصال ده وما تكلمنيش غير في الطوارئ بس. نيك فيوري قعد 24 سنه ما فكرش يتصل بيها. لوكي هاجم نيويورك بقاده الجيش اللي سانوس اداهوله، ما فكرش يكلم كابتن مارفل. دوله كامله اللي هي سكوفيا اتدمرت وبرده ما فكرش يكلمها، وفي خلال 10 ثواني بس، 10 ثواني في انفينيتي وور لما شاف ماريا هيل بتتبخر قدامه، هليكوبتر بتضرب في مبنى والعربيه اللي وراه خبطت فيه، قرر ده الوقت اللازم ان هو يكلم كابتن مارفل. ده شيء مش منطقي وملهوش تفسير مقنع. برضو كابتن مارفل يعني هي دلوقتي بقى لها 24 سنه بتدور على وطن للسكرولز. 24 سنه بتدور على وطن، ده هي لو هي كانت بتبني لهم كوكب كانت خلصته قبل كده. وهي ايه المفروض يعني؟ احنا عارفين انها ليها ذكريات دلوقتي وعائله وعندها صديقتها الصدوقه وبنتها اللي بتقول لها يا خالتي. كل المبررات دي مش كفاية ليها انها ترجع كوكب الارض. حاجة تانية زي السكرولز، السكرولز طالعين ان هم طيبين، ناس غلابة كل اللي هم نفسهم فيه ان هم يلاقوا مأوى. ريل يا جماعة، السكرولز الديفيانتس اللي هم اللي قتلوا السكرولز الاترنالز والسكرولز الاوريجينال زي ما قلنا في حلقة قبل كده، قتلوا ناس معهم في الكوكب وهم ديفيانتس اللي هم بيسعوا نحو الخراب والدمار. كل اللي هم مشكلتهم ان هم عايزين يلاقوا كوكب. طب مبدئيا بالتقديمه الوحشه اللي قدموها لهم دي، انت كده منحت قصه كبيره ومهمه زي سيكريت انفيجن لما السكرولز غزوا الارض انها تحصل في العالم السينمائي، لانك بالفعل رسخت ان السكرولز طيبين. طبعا لا تعليق برضو ازاي نيك فيوري خسر عينه، يعني موضوع انا كل الناس كانت مستنيه يشوفوا حرب كونيه مثلا او كومبيكو اعتقال او حاجه، يجيبوا قطه في الاخر ضيعت عينه. ما علينا، المشكله هي في الاحداث اللي حصلت بعد كده. في نفس اليوم عادي راح كان معزوم على العشاء وغسل الاطباق وعمال بيهزر مع كابتن مارفل عادي، وتاني يوم راح الشغل وايجن كولسون بيقول له اختار عين. كل حاجه كان مفيش حاجه، كان عينه ما طارتش، يعني بيديك انطباع ان هو ضفر هو اللي طار مش عينه. برضه في مشكله الاعمار، يعني احنا لو احنا شفنا في الفيلم هنلاقي ان الاي دي بتاع نيك فيوري مكتوب فيه ان هو مولود سنه 50. سنه 50 يعني هو دلوقتي عنده 69 سنه. نيك فيوري اللي ما كانوش عارفين يموتوه في فيلم كابتن امريكا وينتر سولجر وكان عمال بيتشقلب وعامل زي القرد وبيتنطط في كل حته، ده عنده 69 سنه. بلاش هو، كابتن مارفل. كابتن مارفل المفروض هي تيار مقاتل سنه 89، يعني هنقول عندها حوالي 25 سنه، بعدها بست سنين احداث الفيلم 95، يعني كده 31 سنه. كمان دلوقتي 24 سنه من 95 للاحداث اللي احنا عايشينها،
دلوقتي هي بالميت عندها 55 سنة. بري لارسون شكل واحدة عندها 55 سنة. هما جابوا في البوست كريديت سين بتاعت الفيلم إنها شكلها كبر شوية، بس برضو ده مش منطقي. ومبدئيا قبل ما أي حد يقول إن هو فيلم انترستيلر وإن هو العشر سنين هنا هي ساعة بره، الكلام ده مش موجود في عالم مارفل. هتكبر هنا هتكبر في كل حتة. في نقطة برضو زي التسرقت، احنا عارفين من فيلم كابتن امريكا ذا فيرست افنجر ان هو غرق مع ستيف روجرز في المحيط، وبعد كده هوارد ستارك طلع التسركت وقعد يدرسه واسس شيلد وبقى في عهده شيلد، والكلام ده نفسه مكتوب على موقع عالم مارفل السينمائي. لا، في الفيلم بقى مفيش الكلام ده، في الفيلم جايبين ان هو التسركت في عهده عالمه من الكريه، وشيلد ما تعرفش عنه اي حاجه. شيلد المنظمه الجاسوسيه الاولى في العالم، ناسا مخبيه عنها اسرار. لا ومش بس كده، ناسا والقوات الجوية لما جالهم نيك فيوري قال لهم انا ايجنت اوف شيلد، المفروض بدل ما هم يقدروا شيلد بقى والاسم المرعب اللي احنا عارفين هي وصلت له، لا دول حبسوه في مكتب. اللي هو يعني هو لو كان جاي من شريف مأمورية في بلد صغيرة ما كانش هيتعمل معاه كده. برضو النسوية في الفيلم كانت اوفر بزيادة. يعني هو دلوقتي جايب لك مارفل في الكوميكس واحد، هو جاي في الفيلم واحدة ماشي، برضو جايبين كابتن مارفل يعني هي دلوقتي عماله بتطير وبتضرب وبتفجر مركبات، جايبين اللي ماسكه في الاخر الشرير بتسحله بعرض الشاشه كلها. طب ما تمسكيه تضربيه ولا تموتيه ولا تعملي اي حاجه، ليه لازمه المشهد ده؟ وبرده هي دلوقتي عماله بتدمر في سفن رونان ذا اكيوزر، وبعد ما دمرت كله فضلت واقفه على سفينه واحده وفي الاخر بتعمله كده وطاقه تطلع من ايديها. ايه فايدتها الاستعراض ده؟ ما تدمريه هو كمان. والمشكله ان رونان بيجيب ورا يقول لك لف وارجع تاني. برده الهزار على التسعينات كان كتير قوي. يعني هي الاول وقعت على محل شرايط فيديو ونزلت واخدت لفه على الافلام وعرفنا ان احنا في فتره التسعينات، وبعدين بتسال ظابط انا عايزه وسيله اتصالات يروح يشاور لها على راديو شاك، وبعدين هي قاعده في سايبر النت تقيل جدا نقعد نضحك، بعدين هي تيجي تفتح ملف صوتي على ويندوز 95 ويقعدوا يبصوا لبعض. مش حوار يعني، خلاص عرفنا ان احنا في التسعينات، مش ضروري كل خمس دقايق نلاقي حاجه تفكرنا بيها. هم حاولوا يعملوا شويه نوستالجيا في الفيلم ان هم يجيب لك ايجنت كولسون ويجيب لك رونز اكيوزر ويجيب لك كورس اللي هو دراعه اليمين، بس هو دلوقتي في القوات النظاميه بتاعه كري، بس برضو كان تاثيرهم او حضورهم لا يذكر. يعني مثلا كورس ده ما عملش اي حاجه في الفيلم، وفي نفس الوقت ما ادناش حتى ازاي الراجل ده اللي هو من قوات النخبه بتاعه كري ازاي انضم الارهابي زي رونز اكيوزر. وفي حاجه برضو مش منطقيه في الاحداث، يعني انت دلوقتي قوات النخبه بتاعت الكري اللي هم اللي مسيطرين على نص الكون اتزنقوا لدرجه ان هم يكلموا واحد ارهابي زي رونان، ورونان نفسه يعني دلوقتي كابتن مارفل بعد ما دمرت السفن زي ما قلنا ويخاف يقول لك احنا هنرجع تاني علشانها. احنا عارفين ان رونان مهتم بالباور ستون طول عمره، دلوقتي طلع كمان في الفيلم ده مهتم بالتسركت ومهتم بكابتن مارفل، مهتم باسلحه كتير قوي في الكون ما شاء الله. برضو طريقه ان كابتن مارفل اخذ قدراتها بيه مش منطقية، يعني هو جايبينها ان في مطور انفجر فيها وبعدها على اساس ان المطور ده انفجر اخدت قدرتها. يا سلام، بدل ما هي تتبخر او تموت او تتحول رماد، لا هي امتصت طاقة المطور ده جواها وجايبين دمها ازرق عشان واحد من الكرين قال لها دم، مع اننا طول الوقت بنشوف في مسلسل ايجنز اوف شيلد واحد يتعور ينقلوا له دم من الكري ويفضل دم احمر عادي، يعني ما بيقلبش دم ازرق زيها. كان في ايه اللي هيحصل لو هم جابوا القصه الاوريجن ستوري بتاعتها اللي في الكوميكس ان في مارفل برضو ماشي هنخليه واحده ملناش دعوه انه كان واحد، ويحصل انفجار برضو وبعدين حمضها النووي يمتزج بالكري، ده هيفسر هي ليه عندها طاقه بالشكل ده لانها هايبرد ما بين البشر والكري، وهيفسر هي ليه دمها ازرق لان دي ان ايه امتزج. الفيلم ده يعتبر خطوه لمارفل للخلف. زي ما قلنا هو فيلم عادي، بس احنا ما تعودناش على مارفل على عادي، يعني احنا دلوقتي كنا عمالين بنشوف افلام في تصاعد مستمر، الفيلم ده رجعنا لورا شويه. مارفل عندها رصيد يسمح لنا ان احنا نغفر لها الفيلم ده، بس انا مش عارف هما ممكن يعملوا ايه مع كابتن مارفل، وخصوصا ان شريحه كبيره من المشاهدين يعتبروا اتقفلوا منها، انت يعتبر الى حد ما حرقتها، الا بقى لو انت هتظهرها بشكل ما في اند جيم يخليها تكتسب شعبيه تاني. انا مش عارف مارفل ليه الا ادى لكده، بس يمكن انعدام المنافسه. احنا عارفين دلوقتي دي سي بالعافيه واقفه على رجل واحده ويمكن مش واقفه اساسا، بس عموما انا متفائل ان كابتن مارفل هتتطور مع الوقت وتخلينا ننسى الفيلم ده. بس كده اتكلمنا عملنا مراجعه سريعه على كابتن مارفل. الحلقه الجايه هنتكلم عن حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير وتناقش معايا في الكومنتس قول لي عايز نتناقش فيها الحلقات الجايه، ولو انت مش عامل سبسكرايب بقى